ان شاء الله هنختبر الريلي اللي هو ار اكس اي جي 21. هو عبارة عن instantaneous earth fault. طبعا الاثنين تيبل الاولانيين بس يعني visual inspection والtightness والfair check for all والabertis list وdist plug check correction function. يعني الحاجات دي سهلة كلها بتعمل عليها اوكي. بعد كده بنيجي هنا الاول تيبل. اول حاجه الاوبريتنج دي سي سبلاي كرنت. طب نوصل في خارج الدي سي ملتي ميتر بحيث ان انا لما اجي يقول لك دي سي كرنت وزود فولت وبعدين الدي سي كرنت ديورنج فولت. بنشوف الباور يعني الكرنت بتاع الريلي بيسحب تيار عالي ولا تيار معقول. بعد كده التيبل اللي بعد كده بيشرح البيك اب والدروب اوف بتاعت الريلي. الريلي عبارة عن في بوتنشيومتر بتقدر تحركها زي كده هنا ديت تدخل مفك هنا وتقدر تحركها. هنا كلمة مينيمم وماكسيمم بتخلي المؤشر يبقى في النص. يعني هو مظبوط على اتنين دلوقتي. يعني انا اقدر اخش كده واظبطه على مثلا كده على واحد كده هو مظبوط على واحد. خلي الواحد ما بين المينيمم والماكسيمم كده انا ظبطته على واحد. واحد دي مكتوب هنا عندي في 0.25 امبير. ده شكل الريلي من جوه. هو عبارة عن اوفر ايرث فولت instantaneous ground يعني اي جي. بعد كده الطرفين اللي هم بتوع الكرنت موجودين عندي اللي هم 131 و141 اللي هم دول وبعدين ده يو 2 مع 0 اللي هو 220 ل 250 فولت دي سي. و يو 1 اللي هو الطرف المكتوب عليه 1 ده اللي 224 مع 225 يبقى 125 فولت دي سي زي ما هو مكتوب هنا كده. يو 1 110 ل 125 فولت دي سي. ده الاكزيلري سبلاي بتاعه. فانا الاكزيلري سبلاي بتاعه دوت هاخد معاه البوستف بتاعه اميتر عشان اشوف التيار خلال الفولت وازود فولت. ده اول تيبل. يعني تاني تيبل اللي هو الكرنت بغير من هنا الكرنت عند واحد واحد ونص واثنين واثنين ونص ثلاثة واشوف البيك اب والدروب اوف بتاعه بكام. وهو ملوش تايم يعني التايم بتاعه فيكسد ثابت. نبقى نشوف التايم بتاعه في الجدول الاخير للاختبار. اول اختبار معانا اللي هو الاوبريتنج دي سي سبلاي. هنشوف اختبره ازاي دلوقتي. بجيب المالتيميتر كده بظبط على الامبير وبعدين خليه دي سي وباجي هنا على طبعا السبلاي ده بشغله لما بقيس الفولت الاول عليه استمر ليه ينور. وبعدين باخد جامبر اوصل الجامبر ده في الكومن وبعدين اوصله البوزيتيف او النيجاتيف مش هتفرق. لو وصلناه على النيجاتيف كده مفيش مشكله برضو. وبعدين خارجه ده اللي رايح للريلي نيجاتيف بتاع الريلي وصله على قيمة الامبير كده. بس هو كده الريلي قاري من كام 127 ملي. فانا بروح كاتب القيمة دي هنا. انا حاطط 125 فولت دي سي اللي هو لو قست على الطرفين دول هلاقي 125 فولت دي سي. وبعدين كده الدي سي كارنت كام 125 او 124 21 ملي امبير. بعد كده بروح جاي عامل فولت واشوفه هيشتغل عند كام. طبعا الفريجة هنا ماليش دعوة بالقيم اللي فوق دي بتاع الفولت دي. انا بحن طيار بس بفصل كل الكلام ده بصفره ملوش لازمة اصلا يعني. بس انا بصفره عشان محدش يتخيل بيه او
اعتقد انه بيأثر معنا في الاختبار برضو. ولا 125 دي لها اي لازمة عندي؟ لها زيرو، ماليش دعوة بالحاجات دي خالص. حتى هم دي سي بقدر اتحكم فيها من خلال الصفحة رقم 5، صفحة رقم 5 من 7. بقدر اخلي ده دي سي او اي سي زي ما انا عايز، بس هم يعني انا هعملهم على الديفولت. الديفولت بتاعهم كان اي سي، وارجع اكمل كده لغاية ما اوصل الصفحة 2 تاني اللي انا بحمل. هنا انا بحن ايه؟ بحن طيار بس، فالفولت ماليش دعوه بيه. امبير، بحن امبير، الفولت ماليش دعوه بيه. انا موصل على الطيار اهو الاي، بحن كده. هو مظبوط على واحد دلوقتي، واحد ديت في 125 اللي هي مكتوبه تحت البوينتر، ان القيمه اللي بظبط عليها البوينتر بضربها في 25%. فالمفروض لما اضربها في 25% تديني حوالي 400. كده بيقول لي السكه مفتوحه. بس كده كان التست بلاك كانت مرفوعه شويه، ظبطتها، كانت خارجه لبره شويه. لما اجي اختبر كده خلاص هو فصل اداني 23 ملي سكند. طيب طبعا هو لما اجي اضرب واحد في 0.25 هيديني 0.25. طيب انا دلوقتي عندي بشوف بعمل فولت وبفصل الواير اللي هيفصل الحقن عن الفريجه ده عشان ما يفصلش الحق كده. وبعدين طبعا الطرفين دول كونتاكت من الريلي، واخدهم من خلال التست بلاج يفصلوا الحقن. لو الكونتاكت ده قفل بيفصل الحقن الفريج. فانا لما اجي اعمل ستارت كده شوف الامبير بيزيد عندي، بقى 128 كده، يبقى 128 ملي امبير. وبكده نكون خلصنا اول تيبل. طيب التيبل الثاني بظبط البوينتر عند واحد، وبعدين هو بنضرب اوتوماتيك، هو بيقول لك اضربه في 0.25 هيساوي 0.25، هشوف البيك اب والريسيت فاليو. طيب هو اوريدي مظبوط على واحد، نشوف البيك اب بتاعه. طب انا اوصل الطرف اللي بيفصل الحقن او اخليه هنا عشان ما يفصلش الحقن؟ هعرف بس من خلال بتتعمل هنا ستار، يبقى كده كنت بتقفل. تمام كده، نرجع تاني كده بسيطة خلاص. كده عمل بيك اب عند 256. بعد كده هنا في ستار، معناها ان الكونتاكت مغلق. وبعدين انا هقلل كده لغاية ما الستار دي تروح، بس كده خلاص. 3-5 ده الدروب اوف بتاعه. هو بيقول لي هنا ان الريسيت ريشيو اكبر من 97%. طبعا لو قسمنا دي على دي هتلاقيها اكبر. ويبقى كده ايه الاختبار، بقيه القيم زي كده بالظبط. يعني هنغير البوتنشيومتر ده على 1.5، غير على 1.5 يا سلام. خلي هنا ده هنغير البوتنشيومتر ده على 1.5. طبعا نفصل الحقن. قال لي في منتصف الزمن. طيب بعدين برجع من الستارت تاني واختبر عند 1.5. 1.5 المفروض هنا كاتب لي ان هي هتديني 1.5 في قيمه تضربها في 0.25 هتديك 0.375. ديت قيمه ثابته، هو بيقول لك بعد ما تظبط البوتنشيومتر تضربها فيها، اللي هي مكتوبه تحت البوتنشيومتر على الرجلين. طيب نبتدي نحن ونشوف هتديني كام. المفروض تديني 0.375 اللي هي برضه هتتعمل ستارت تحت كده. تمام، عملت عن 3.85. يبقى اكتب هنا 0.385. طيب وبالنسبة للدروب اوف، لما الستار دي تروح هنكتب الدروب اوف كده. هنزل تاني ثلاثة ستة أربعة.
يبقى بوينت 3 6 4. هعمل بقية القيم ونكمل تاني. زي ما احنا شايفين كده خلصنا التيبل الاولاني، القيم البيك اب والدروب اوف بتاع كل النقاط اللي موجودة في البوتنشومتر ده على الريلي. ويتبقى عندنا تيبل واحد بس بتاع التايم. التايم بتاعه فيكسد ثابت، يعني هو انستنتينيوس. المفروض لما بيحصل كارنت عالي بيفصل عن زمن تقريبا، يعني ممكن يوصل لعشرين او اقل ملي سكند، واقصى حاجة اللي هو ايه 60 ملي سكند لما نكون عند، هو مدي القيم في زي ما احنا شايفين كده في المانوال عند 1.1 من الكارنت سيتنج بيديني 60 ملي سكند، وعند 2.5 بيديني 35 ملي سكند تقريبا. فاحنا هو ده الاكسبكتد تايم بتاعنا 60 ملي سكند لو هحقن 1.1 في قيمه السيتنج بتاعي، وهحله هيديني 35 اكسبكتد تايم لما احله 2.5 زي ما المانوال بيقول في قيمه السيتنج اللي هو 0.25 واحد. فاحنا هنحقن مره 2.75 من 1000 لما النسبه تكون 1.1، وهنحقن مره 625 لما يكون 2.5. طيب يبقى كام هنحقن اول قيمه 2.75. هنيجي هنا نظبط ديت على 2.75 وبعدين نرجع الطرف ده هنا كده عشان يفصل الحق ده كونتاكت من الريلي. وبعدين المفروض لو انا عملت ستارت يجيب لي عند 60 ملي سكند، جاب لي 56 معقوله، 56 علامه 3، 56 هنا علامة 3 ملي سكند. طيب وبعدين لو جيت بيقول لي القيمة التانية هتاخدها عند كام؟ القيمة التانية عند 625 بوينت 625 بوينت 625. تمام احقن 21 ملي سكند. هنكتب هنا 21 ملي سكند 3.10 ملي سكند. طبعا 21 ملي سكند من 35 قريبة فمقبولة يعني. وكده يبقى خلاص التيبل بتاع التايم ده تمام كده خلاص. و بعد كده بتختبر الكونتاكت، هو فيه كام كونتاكت؟ حوالي 2 تقريبا اللي هما الكونتاكتات اللي موجودة هنا دي دوت كده 117 و تشينج اوفر 17 18 19 و 16 17 18، والكونتاكت اللي تحت تقريبا 26 27 28. تختبر الكونتاكتات ديت ساعة التريب بتفصل ولا لا. وبكده يبقى خلصنا الريلي اللي هو الار اكس اي جي 21. طريقه اختباره بس كده، هو طبعا لما بيعوزوا ده طبعا ده ريسيت عامل علامه خضراء كده، يعني انت عايز ترسيته بتلاقي بيبقى هاند ريسيت. الريلي ده هاند ريسيت يعني اعمل كده خلاص اترسيت. بعد التريب بتنزل تديك العلامات الخضراء اللي كانت عامله ديت. وبعدين الريلي لما بتعوز تشغله بتايم بيتحط له تايم اكسترنال تايمر زي ده كده. طبعا هو الريلي ده بيتوصل على السنسيتيف زي ثلاث فازات ار ريد يلو بلو بيتوصلوا مع بعض. سي تي بيتوصل رينج تايب داخل جوه الثلاث فازات ار ريد يلو بلو، فالارث اللي بيبقى على فازه فيهم هو ده اللي بيعمل التريب لو وصل لقيمه السيتي كده. نبقى خلصنا الريلي دوت. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.